قبل الفاصل كنا بنتكلم عن حكايات الستات اللي مودها بيتغير في ثواني وبيخليك مش عارف هي عايزة ايه، يمين ولا شمال. طيب النهاردة بقى هنرجع ونشوف ضيوفنا اللحم ودم ونسمع منهم القصص الحقيقية. ومعانا اول حالة الأستاذ حازم، رحب بيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منورنا، فانا سعيد. شكرا شكرا جدا. ممكن نخش في الموضوع تحكي لنا الحكاية؟ قولي ولا ايه ولا ايه بس. قول كل حاجة براحتك. هو انا اتعرفت على بنت في الجامعة، انا في الاول كنت داخل الجامعة انا مركز في الدراسة بس، بعد كده اتعرفنا على بعض شوية وابتدينا ان احنا نتكلم، ابتدينا ان احنا نستلطف بعض. الكلام ده اعترفت لها بحبي، هي كمان اعترفت. انت اللي في الاول رحت؟ طبعا. تمام. اعترفت لي بحبها، ابتدينا ان احنا نتكلم شوية وبتاع، ابتديت بقى ايه تبان بقى ال تعالى لي بقى. اه. بعد قد ايه يعني؟ دايما يقول لك حلوه البدايات كلها حكايات، الاستاذ عمرو دياب بيقول لك الموضوع. البدايات خدت معاك وقت قد ايه لغايه ما شفت بقى الوجه الحقيقي؟ وقت قليل جدا، ده هي خدت على الموضوع بسرعه بجد. لبست في الحيط. كمل. ابتدينا واحده واحده، ابتدي بقى ايه اللي هي تقول لي اي حاجه في دماغها نعملها دلوقتي. الو، من غير ما تقول لي انت فين، تعال ننزل وسط البلد على دلوقتي. الو انت فين، تعال ننزل نجري رياضه. ملهاش دعوه بقى بظروفك بشغلك بحياتك، مفيش الكلام ده. كيس بلاستيك نازل معاها وراح. كيس جواف، انا كنت بس لازم الشغل وكنت بجري. بجد؟ اه طبعا. برافو عليك. انت كنت بتخاف منها ولا ايه؟ عشان كان بتضرب؟ مش عايزين نتكلم بقى. كم؟ مهم. ما تحرجنيش بقى يا استاذ سعيد. خلاص كفايه. بس ابتدينا بقى واحدة واحدة ابتدينا نمشي في الموضوع ده. لا لا لا، استنى استنى، واحدة واحدة ابتديتوا تمشوا في أنهي موضوع بقى؟ اللي هو إيه؟ موضوع التهذيب بقى وكده. آه. بقى وتعالى واجري كيس جوافة وبتاع. آه. أوكي، يعني ابتديت أنت تتكلم معاها تقول لها أنا مش مبسوط، ولا ابتديت هي تزيد فيه؟ لا، هي كانت بتزود وأنا كان عاجبني الموضوع، اللي هو إيه؟ تعالى ننزل نروح مثلا في حتة الفلانية. أنت كان عاجبك الموضوع؟ مش كله، حتت معينة. يا جدعان. مش كله يعني، حتت اللي هي ايه، لما مثلا بتعوز حاجه عايزه تعملها، الحاجه دي مثلا بتعجبني ببقى عايز اعملها، لكن في حاجات لا. انت عايز تقول ان في جزء من الطقان واللسعان ده كان عاجبك يا حازم؟ اه بالظبط. قول يا حازم، جزء. قول يا حازم جزء. مش كله. مش كله يا حازم. طب كمل. بس فقعدنا بقى الفتره دي نعمل نفس الموضوع ده. وبعد ما خلصنا الدراسه قلت لها طيب خلاص حددي لي ميعاد مع والدك هقابله على طول. انا قلت لها كده على طول، يعني احنا ما كناش متفقين، احنا كنا ناخر ده شويه يعني. فقلت انا كمان برضه طق في دماغي زيها يعني، اشمعنى هي. لبسنا الدبل والنور قطع. ايه؟ بتحصل على فكره، بتحصل. انا قلت برضه كده بتحصل، بتحصل، ما تبقاش متشائم، كمل. مهم يعني ده يوم مش معدي، انا عارف حظي، انا مش عارف ايه. فالمهم كنا مثلا مقرب مثلا امسك ايديها واتكلم معاها في حاجه والكلام ده، تقعد تزغدني كده وبتاع، وانا اصلا خايف من الاول. يا حازم راح فين يا حازم؟ ما تصبر يا حازم، ما تصبر يا حازم، خليني افهم. حضرتك ناوي تطلعني ان انا بتدرب وما بعدي ليه؟ اصل ايه تزغدك دي؟ هي كانت عنيفه تلعب بوكس يعني ولا لا؟ مش قوي يعني، عادي، هي رياضيه شويه، فكانت بتقولي طب ابوس ايدك كمل واديني قفله. المهم خلاص خلصنا الموضوع. روحت. روحت. الو، ايه يا حبيبتي؟ كل شيء اسمه ونصيب، تعالى خد حاجتك. ده في ساعتها في نفس اليوم؟ انا دخلت يا دوبك السلام عليكم، يا حبيبتي انا وصلت. وصلت ايه؟ كل شيء اسمه ورسيب، ابعت لك حاجتك. الله. انت هتقعد تقرفني؟ ماشي. طب ما حبيتش تعرف؟ ايوه السبب. طبعا. اي في ايه اللي حصل؟ مالك؟ حضرتك لبستني الدبل، اهلا وسهلا. ما بوستش ايدي زي ما كل الناس بتعمل. يعني هي الجوازه باظت والتورته راحت عليك والخواتم والعيله. والمكواجي اللي كوالك البدله. أيوة. عشان ما بوستش ايدها بعد ما لبستها الدبله؟ حصل. أين العقلاء في هذه العائلة؟ عملت أنت إيه بقى؟ طب معلش حقك عليا، طب خلاص، طب مش عارف إيه. لأ، أنا هبعت لك أخويا الصغير بالحاجة بكرة. أخوك الصغير مين؟ أنا اتكلمت مع رجالة. حماصة. في رجالة وناس كبار اتكلمت معاهم. ودخلنا بيوت وقرينا فاتحة لأ مفيش، وراحت قافلة السكة. حلو، ده يوميها. أبوها لما عرف اللي حصل، لما عرف لا اللي ما حصل عرفش. موقفه إيه؟ ما قلتلوش. ما قلتلوش السبب؟ لأ. وهي ما قالتلوش السبب؟ لا، هي بتقول له انا مش حساه. فعلشان كده انا استغربت يعني، مش حساني لا اقول لك بقى، اقول لك بقى. ايوه. لا هو عارف. انت عاشرتها قد ايه؟
فتره مثلا 5 شهور 6 شهور ده هو اللي مربيها يا جدعان، ده هو اللي مربيها. عارف بنته. بشكرك يا استاذ حازم، وان شاء الله ربنا هيعوضك يا رب. ونخلص قصتنا مع الاستاذ حازم اللي لازم يبقى حازم، ونروح نرحب بالاستاذ كريم والاستاذه زيزي. قولي لي بقى ست الهوانم، نبتدي بحضرتك. تمام. بس يوم الخطوبه قصدي ايدك يعني. بس انت بوست ايدي يوم الخطوبه؟ مش فاكره قوي التفاصيل بصراحه. انت أب... ايه ده في ايه؟ حبيبي يا كيمو. ايوه بقى، هو انت طلع حازم فعلا. كريم قوي. اللي انت سمعتيه ده كله وشفتيه بيجي عندكم في البيت؟ بالنسبه لي انا؟ اه. لا طبعا. خلي بالك. نيفر. خلي بالك. لا يمكن. معانا واحد قاعد معاكي في البيت 24 ساعة. ما انا قايله له قول عليا ان انا ملاك. انا متهدد. انت متهدد؟ لا ثواني بقى ثواني، بعد اذن حضرتك يا استاذه زيزي، انا بحترم حضرتك جدا، المايك للباشا. بعد اذنك. حيوا الباشا. ثانية واحدة يا باشا، هاتولنا مايك تاني للأستاذة زيزي عشان شكلها هتولع النهاردة. طيب يلا بينا بقى نبتدي ونسمع الأستاذ كيمو. لا ما تبصلهاش، خليك معايا أنا بقى. بنبدأ منين؟ أنت خايف ولا إيه؟ لا أسد إحنا هنا بنتناقش بس ونشوف الدنيا تمشي إزاي. ده معناه إيه؟ إن إحنا بيت ديمقراطي، لما بنيجي نعمل حاجة واضح إن هو بيعمل حاجة لما آخد رأيك. دي ديمقراطية. دي منتهى الديمقراطية. هتعمل اللي انت عايزه بعد ما انا وافق. اتفضل يا كيمو. كيمو اتفضل يا كيمو. لا لا احنا فعلا بنتكلم اي حاجه احنا بنتكلم فيها يعني، وبناخد القرار مع بعض. ده بجد، بس ده ما يمنعش ان في سنه عبط هي موجوده. ده في في ايه ايه ده لا شك فيه يعني. سنه شمال كده بس عشان ايه بتزغد عشان المايك ما يجيش في وش. في سنه ايه يا استاذ؟ عبط موجوده ده لا شك أوكي. فيه وبتحصل طول الوقت. زي ايه مثلا يعني؟ امبارح كام خناقه؟ امبارح اول امبارح كام؟ 2 3 صح؟ مش. هي فجأة بقت هادية كده ليه؟ ولا بتفكر هتعمل ازاي؟ لا هي بتفكر هتعمل ايه. مش هادية. هيقول ايه؟ ها ايه اللي حصل؟ زي ما بقول لك يعني. لا عادي يعني. هي زي ما بقول لك في جنان بيحصل بلا هدف كده، وساعات بتبقى هرمونات وساعات لا يعني. ساعات ما قبل البنت التانية ما قبل ما نعرف انها كانت حامل فيها، فانا فجأة قاعدين وفجأة في زعيق وفجأة في حاجات بتتحدف. انا في العادي ما بزعقش خالص يعني، انا مش عصبية اصلا. هي هادية جدا، ففجأة في اصوات عالية، فجأة في زعيق. هي صوتك بيعلي عليا ليه يعني؟ في ايه مالك اللي حصل؟ عرفنا بعد كده انها كانت بتتحول. لا كانت حامل بقى يعني خلاص. اه كان في بيبي تاني. فده جزء هرمونات، في جزء هرمونات وفي جزء برضو بالمزاج كده اللي هو مالك. عارف انت حضرتك مالك ما فيش مالك، عارف انت مالك ما فيش الى ما لا نهايه. وعلى طول هي برضو بتبرر لنفسها التصرفات بتاعتها يعني. هي متعصبه فمثلا لقيت نفسها اتزنقت موقف مش عارفه تخرج منه، فتبدا بقى تقول اي كلام. فبنحاول بقى نبرر بقى اللي حصل. ما احنا عكينا الدنيا نلمها بقى ازاي؟ آه. نبرر بقى اللي حصل باي كلام بيتقال بقى. كلام حصل كلام ما حصلش. ف لا معلش ثانيه واحده يعني، انا هبقى ماشيه في البيت كده هتكعبل في حاجه هتعصب براحتي؟ اه بيحصل لوحدي. بيحصل والله بجد. بيحصل. طب ايوه. طب يا زيزي هانم، طب انت بتتعصبي على ايه يعني؟ ايه اللي بيعصب يعني؟ انا ماشيه كده فجاه قررت ابقى عصبيه ولا اكيد في حاجه في سبب؟ بالظبط كده. لا هو احنا كستات يعني احنا كستات في دماغنا بتبقى في حاجات كده كتيره دايره فعلا انتوا ما تعرفوش فعلا برضو عنها حاجه. طب انا مالي؟ طيب لا لا استنى يا كيمو، استنى يا كيمو، عرفينا. ايوه عرفكم. ايوه جيتوا في ملعبي. كله يسكت بقى، كله يسكت يعني. كله يسكت. ما انا هقول لك، ما انت ليك يعني. انتوا مثلا كرجاله دماغكم ان انا رايحه اشتغل واجيب فلوس للبيت والكلام ده كله. لا لا ده اي كلام ده يا شيخ. ده اي كلام. ده بالنسبه لي. اه بالظبط كده. آه بالزبط. احنا بقى في البيت دماغنا بقى ايه مثلا؟ حاجات بقى فعلا هي قد تبدو ان هي تافهه، بس هي بالنسبه لنا مش تافهه لانها طول الوقت في دماغنا. لا انا عارف انت مش جالك حاجه مهمه جدا. جوزي ما عندوش في درجه شرابات، ناقصني شرابات وناقصني سكر في البرطمان والثلاجه ناقصها مش عارفه جبنه، والمفروض اودي التمرين الساعه 4:30 والمفروض ارجع من التمرين اروح عند حماتي عشان اسلم عليها وارجع. فاحنا بنصحى من النوم دماغنا فيها كلاب بتجري ورا بعض. لا دي ما دي مشاكل كبيره. فطبيعي لو حد دخل في النص وفصلني هيتعض. هيتعض. معلش معلش لحظه، هو انت بتودي التمرين؟ انت اللي بتودي التمرين. طب يعني هنعمل ايه؟ ما لهوش حل بقى خلاص. ما انت تستحملها هي اساسا مش فاكره اذا كنت انت بتودي التمرين ولا لا. هي تستحملها ترجع مكان ما خدتها. بس احنا بنروح سوا. طب هسالك سؤال تاني يعني، ربنا يبعد الشر يعني. طلبت منك الطلاق قبل كده؟ 3 مرات او 4 مرات حاجه كده. ومره منهم كنا في السعوديه، احنا كنا عايشين في السعوديه ما كناش عايشين هنا. فاللي هو يعني حصل موقف ما انا مش فاكر حصل ايه بالظبط، بس انا دخلت مثلا في ايه
والله احجز لي نزلني عند بابا ولما تشوف انت عايز يبقى تعالى. استنى استنى، اول مره طلبت منك الطلاق كان بعد قد ايه جواز وكان ايه سبب الخناقه؟ لا هو انا اللي كنت غلطان بصراحه. ايوه ايوه اعترف كده. ايوه انا لازم نحيي هذا الرجل لان الاعتراف بالحق فضيله. احنا يا جماعه برنامج ديمقراطي، احنا ما بنظلمش حد. أنا يعني انت كنت غلطان. انا اللي كنت غلطان. ماشي. انا كنت غلطان. هي ما طلبت لنا ولا هي ما طلبتهاش مني، طلبتها من مامتي. يعني كم مره يعني كانت الغلطه دي متكرره يعني؟ لا 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 هي كانت مره بس. هي ساعه البيبي الاولاني وانا يعني كانت الظروف مش احسن حاجه، فانا كنت اللي هو يا طب ناجل شويه كذا بتاع، فانا كنت يعني متوتر جدا من الموضوع. اه فلما هي عرفت ان هي في بيبي بتاع، فعارف انت اول ما اول طلع الاغنيه دي اوه والله واحضان وبص أيوة وبتاع، ايوه المفروض بقى يجي يقول لي عودي وما تعمليش حاجه. أيوة وما تتحركيش من هنا وحبيبتي والكلام ده كله. ده دخل عليا انا عندي حاجه دي انت حامل؟ طب سلام عليكم. لا ثانيه واحده بقى 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 بعصايه المقشه إيه؟ بقى وايه عصايه مقشه ايه؟ لا ده انا اتصدمت. ده على فكره يا جماعه لا هنا عندها حق. بقول لك انا غلطان. انا ما تقولش مبروك. انا ما اتكلمتش. انا اديت رد فعل سيء جدا وكده، وبعدين خدت بعضي ومشيت وسافرت وفضلت قافش بقى. طب معلش انا اسالك سؤال، يعني حضرتك عرفت ان انت حامل فهو ما قالكيش مبروك فتقولي له طلقني فتتطلقي بقى وانت حامل؟ لا ما قلتلوش كده. لا 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 انا فضلت ساكته. أيوة. ومستنيه اشوف يمكن هو توتر المسؤوليه كذا. آه. انما احنا قعدنا قعدنا شهور قعدنا شهور بترقدي له يعني هجيب اخو هو إيه؟ مفيش اي رياكشن ناحيه البيبي، فانا قلت لا بقى خلاص. اوكي شكلك مش اب لطيف. هجم عليه بقى. بس هو الحاجه اللطيفه الحرب يا بس هو بقى اب كويس جدا يعني حقيقي. هو دلوقتي ما شاء الله الله اكبر عليه، هو احسن اب في الدنيا. والله يا جماعه انا بفرح جدا لما بشوف نماذج في الحياه ما عندهمش خجل ان هم يجوا ويحكوا مشاكلهم قدام الكاميرا عشان الناس تستفيد وينقلوا تجربتهم الحلوه دي، وفي الاخر مهما اختلفوا بس هم بيحبوا بعض وفي الاخر في ود وفي حب بيجمعهم. والله انا بجد فرحان بيكم جدا حقيقي. اقول لك الأسوأ من كده ان قولي الأسوأ من كده انت مش عايز تروح لما حصلت المشكله دي. فهي كانت انا كنت مسافر، فهي كانت مع والدتي، فهي راحت بقى حكت لماما كل مخاوفها دي، وهو بيعمل وبيعمل وبيعمل وخلاص. لو يعني لو هو مش عايز البيبي ده انا مش عايز اكمل معاه. فماما حطت عليك؟ مش حطت عليا دي، فهو حط عليا يعني. ماما حطت عليه فهو حط عليا. فمامتي قالت لها بصي لو هو مش عايز البيبي اتطلقي منه وانا هرميه وانا عايزاه وتعالي عيشي معايا وسيبك منه وخلاص يعني. بس بعد كده الحمد لله يعني. طب ربنا يخليكم لبعض. هي دي العلاقات الصحيه الجميله اللي احنا نفسنا كلها تبقى موجوده في البيت. مش عايزه تقولي له حاجه؟ لا انا ممكن اقول اغرب حاجه. احنا فعلا انا فعلا ساعتها حسيت ان انا هبت مني او فعلا كانت غريبه بالنسبه لي. الحمد لله الحمد لله. انا ممكن اعترف. برافو برافو برافو. انا اعترف محدش يقول عليا حاجه. طب هو هناخد الاعتراف ده لان هي مش هيحصل تاني. ف سجله وسكوا على نفسك. لا ده انا حتى ساعتها كتبت عنه بوست على الفيسبوك. هو كريم في اول جوازنا كده طلب لي نجمه من ناسا من وكاله ناسا ان نجمه تتسجل باسمي. عايز اقول لك احنا طلعنا يعني مع برامج مصر كلها. انت عارف النجمه دي هتشوفها في عز الظهر. اتفضلي يا استاذه كملي. المهم يعني ان ناسا ما ردوش علينا اصلا وما خدناش النجمه دي. بس هو بعد كذا سنه يعني بعد 4 سنين جواز فعلا عمل الموضوع ده، يعني جاب شهاده بالنجمه وفعلا بقى في نجمه اسمها زيزي. يعني جاب لك نجمه من السماء. ودخل يعني هو جه قال لي انا عامل لك مفاجاه وبتاع. كنت لسه صاحيه من النوم مش شايفه قدامي وكنت حامل ومش قادره يعني. فجه بقى وجايب النجمه في ايده الشهاده كده، هي محطوطه في برواز بقى كبير وحاجه فخمه جدا. تعالي جايب لك ايه. فالمهم رحت فاتحه لقيت ورق. ببص كده قلت له ايوه ده ايه؟ قال لي جبت لك نجمه باسمك. ايه يا جماعه الرجاله الجميله دي؟ ايه الرجاله الجميله دي؟ ايه الرجاله الجميله دي؟ احنا ملايكه يعني بصراحه. يا بختك. ايه رايك بصراحه؟ ما انا برضه غلطانه بس انا معترفه. بس كملي كملي يا زيزي كملي. فانا بصيت في الورق كده اللي هو ايوه النجمه هشوفها ازاي. فراح قال لي ايه يعني ايه هتشوفيها ازاي؟ قلت له يعني مش المفروض بيبقى فيه مثلا تلسكوب او حاجه عشان اشوفها ولا هو يعني على الورقه بس؟ كمان جميلك يعني. انت كمان هشتري التلسكوب؟ فقال لي ما لا ما جبتوش. واشتري الصاروخ. ما انا هروح ازورها ازاي؟ انا هروح ازورها ازاي؟ يعني قفلت الورق بقى كده وكملت نوم. استنى استنى بقى سيبها لي الطلعه دي بتاعتي. يعني انت اساسا هو جاب لك النجمه وجاب لك الشهاده معتمده، فانت قلتي له فين التلسكوب وفين الصاروخ اللي هروح ازور بيه نجمتي؟ مش المفروض اشوفها؟ ما تجاوبش لحد دلوقتي يا شيخ. انت مش شايفه ان الموضوع لحظه سعيده؟ ما نكدش نكد وراه احساس ورمزي جدا يعني. انا بعترف ان انا في اللحظه دي كنت غلطانه يعني انا اتخضيت اصلا من الموضوع. وبعد ايه بقى على فكره؟ انا عايز اقول لك على حاجه. عارفه اكمل الصدمه
إيه يعني اللي هو فاهمه اللي هو خارج بقى وماسك النجمه بقى ورجليه بقى بس مش عارفه لا 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 سابها لي جنبي سابها لي جنبي دلوقتي معلقاها بس خلاص بقى يعني انت ان هي قفلتك فاهم صباح الفل اتقالي النجمه مش عايزه ليش هديه تاني على فكره هو ما حصلش بقى خلاص خلاص بقى بعد النجمه مفيش خلاص بقى ما انت كل ما تجيب حاجه هي بتقفلك قفلتني خلاص راحت خلاص عموما يا جماعه احنا بنشكر عائله زيزي شكرا شكرا جدا وكريم وكده يبقى خلصنا بيت سعيد وقبل ما نخلص حابب اقول لكم حاجه مهمه جدا اي مشكله كبيره جدا هي اساسا في عيون صاحبها بتبقى صغيره قوي وفي عيون اللي بيسمعها ممكن ما يشوفهاش العلم بيقول ايه بقى ان تفاصيلك الصغيره هي اللي انت بتعمل عليها مشكله كبيره دي حاجه عاديه انا كراجل مقتنع ولازم اعديها بس العقل برضو بيقول انك زي ما بتهتمي بتفاصيلك الصغيرة اهتمي بتفاصيله الكبيرة وشاركي فيها عشان زي ما انت عندك ظروف هو كمان عنده ظروف فاصل ونكمل في الدنيا